السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هنا في الفيديو هذا أنا هتكلم عن قرار أنا اتخذته، فهمت علي؟ يخصني أنا ويخص ولدي عبد العزيز. أنا اتضررت وعبد العزيز اتضرر، وطريقتي هي ضررت ولكن اختارت إنه هي ترحل، فهذا نتيجة لمعاناة استمرت 17 سنة، وهي معاناة أنا بعاني منها ولكن غيري برضو بيعاني منها. تمام؟ السبب الرئيسي في المعاناة هي نفس التهم. يعني أنا تم اتهامي بالعقوق، إذن المشكلة هي عقوق فعلا، والعقوق هذا موجود في الجانب الفهم الديني. منهج أهل السنة والجماعة. لا زال هناك آثار للتصوف في التصوف حاليا ضعيف جدا ولله الحمد. الدعوة السلفية والدعوة أهل السنة والجماعة وعودة خريجين كما ذكر الشيخ بيان، يعني خلني أنا أسلسل لك الأمور. تفضل. بعد أن خرجت، يعني جاءت دعوة أهل السنة والجماعة من خلال جماعة أنصار السنة المحمدية، بنوا أبناء إريتريا معاهد، بدأوا يبنون معاهد، فبنيت المعاهد. أنا سأفصلها إن شاء الله تعالى في فصل خاص. بنيت المعاهد والمدارس، وخرجت هذه المعاهد والمدارس خرجت طلبة علم من ذنعمة أظفارهم، وهم بفضل الله يرضعون المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. ثم ازداد هذا نور على نور حينما جاءوا ودخلوا في خاصة في جامعات المملكة العربية السعودية وجامعات دول الخليج، فأخذوا حقيقة المعتقد السليم. وكانوا قديما بعض مشايخنا قد درسوا في جامعات أخرى أيضا، في الجملة حقيقة طيبة، إلا أن كانوا يعتقدون بالمعتقد الأشاعرة، كان هذا موجود. فبدأت في خلال هذه السنوات ودعوة هؤلاء الشباب لآبائهم، بدأت الدعوة الصوفية تتلاشى شيئا فشيئا وتضعف. الآن أصبحت موجودة في كبار السن فقط، وشعائرها محصورة في إقامة الحوليات من الزيارة، من المزارات المحرمة التي فيها توسل بغير الله عز وجل، وفيها ذبح في المقابر. كان عددهم حقيقة قليل لأنها لا تزال موجودة. أيضا اعتقادهم النفع والضر في بعض الأولياء والصالحين كالشيخ آدم الكيلاني والشيخ المزمل وعبد القادر الجيلاني، وجود هذا المعتقد، إلا أنه حقيقة في فئة قليلة، في فئة قليلة ولله الحمد، منهج أهل السنة والجماعة منتشرة. كثير من الناس يقولون أنه يوجد مشايخ سلفيين يفرقون الأمة، هنيئا لهم، هنيئا لهم. ليه؟ قلنا لكم القرآن سماها الله عز وجل الفرقان، يعني إيش؟ يفرق. النبي صلى الله عليه وسلم سماها الرسول كما في حديث البخاري محمد فرق بين الناس، محمد فرق روايتان قراءتان حديثان روايتين هكذا، محمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس، كل تفريق لا شك. لا، محمد ما فرق بين الابن وأبيه، ها، بين الزوج والزوجة، فرق محمد صلى الله عليه وسلم. فالتفريق إذا كان على أساس الاعتقاد مرحبا، وهذا هو الأصل، ويجب أن نفرق بين الناس على أساس الاعتقاد. انتبهوا الكلام. أنا أعرف يقولون، بل خاصة عندنا يعني في الكويت، يقول لك حرام تعامل الناس على أساس العقيدة. أعوذ بالله، يعني مبدأ الولاء والبراء كله هدموه، لأن الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، كله قائم على ماذا؟ على أنك تعامل الناس على أساس الاعتقاد يا شيخ، والدين المعاملة على هذا لا شك. فإذا كانوا والله فعلا يفرقون بالحق، يفرقون على أساس الاعتقاد، فهنيئا لهم، هنيئا لهم، ونسأل الله أن نكون منهم. لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب، أنزل قرآنه والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض، والاجتهاد مفتوح للأبد. والشيخ محمد الوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق
عقولنا للاجتهاد ونؤلها أو نضخمه لأول من عارض هذا الشيء. فلا يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت. القرآن الاجتهاد مستمر فيه والسنة صلى الله عليه وسلم الاجتهاد مستمر. ومشكلة العقوق الديني هذا هو الأساس في كل المشاكل هذه. تمام، نحن أباءنا كانوا يلبسوا الأمة هذه، بفهمهم الديني مختلف، فهمهم الديني مختلف، الفهم الديني اللي موجود في الحبشة مختلف. كويس، تغيير الفهم الديني مناط باكتساب الجنسية. تمام، أنت بتغير هوية وثقافة لناس هم في النهاية لم يخبروا. يعني تاريخ الجزيرة العربية معروف أنه يعني أكثر واحد وصل ما وصل إليه هو عنتر بن شداد يعني، وهو عبد، فما حتوصل مواصيل. أنت في النهاية جاي من الحبشة، أنت كثيرك عبد مش أكثر من كذا. اسأل الشيخ الكلباني حيقول لك. تمام، أما نحن فنحن في الأصول من قريش، يعني العرب اللي توافدوا على الحبشة من هجرة الصحابة. تمام، ونحن ما احتفظنا بثقافتنا العربية، ما احتفظنا بالقرشية، ما احتفظنا بها، لكن نحن كنا مسلمين، اندمجنا مع المجتمع القائم، زوجنا منهم وزوجناهم وعشنا معاهم وكنا تمام، ما كان في أي مشكلة. روح الحبشة لفها من أولها لآخرها، اسأل أي واحد قل له الجبرتي إيش يقول لك. تمام، نحن ما جبنا الصراعات والمذاهب الدينية الموجودة هذه، ولا جبنا السلفية ولا جبنا غيرها. تمام، ولكن هذا شيء حصل ونحن ما نتحمل مسؤوليته. نحن ما نتحمل مسؤولية أي مذاهب دينية غير الفهم الديني اللي دخل به الصحابة الأوائل. الفهم الديني اللي دخل فيه الصحابة الأوائل هو ده اللي نحن نتحمل مسؤوليته. تمام، إن كان صحيح فنحن معاه، وإن كان غلط فنحن لله عليه. غير كذا إحنا ما نحن مسؤولين عن أي شيء، لا شيخ فلان ولا شيخ فلان، ولا كله مردود له. تمام، فأنا حستعرض الأضرار هذه، ومنها أنا حقول إنه أغلبية الأضرار اللي حصلت هي من أحباش أسلموا متأخرا. أخونا فيلمون، الحمد لله رب العالمين، بفضل الله عز وجل الآن يريد أن يدخل في الإسلام. أخونا فيلمون قل أشهد أن لا، ارفع صوتك، أشهد أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الآن أنت أخي فيلم أصبحت أخي في الإسلام، وأخي جميع هؤلاء الناس أخوهم في الإسلام، فينصحوك بما يجب عليهم أن ينصحوك، يقدم لك الخير ويطلب لك الخير. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يثبتك على هذا الدين، ويجعل لك الذرية الصالحة. آمين. ويجعل آمين. لهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل. يا أخواني الكرام، من أحب أن يبارك له فليبارك. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبة، أخوكم في الله عبد الوهاب، حفظني ورعاني وإياكم. السلام عليكم لمن اتبع الهدى، سلام يا قرل يوج. قد قضيت عمري في الدعوة أكثر من 40 عاما، وأنا أدعو الناس وأحذر الناس من هذا الفكر لخطورته، لأنه يؤثر على علاقتك بمولاك وعلاقتك برسول الله وعلاقتك حتى بأمك وأبيك وسائر المسلمين وجيرانك.